يا امي يا امي انا قاعد في القهوه جاني واحد قال لي تحمى بيزا، قلت له ابيض ابيض ذكي خليجي، قال لي راح حل لك مشاريع راح حل لك شدي في الحل، قلت له جل امي تحل لك الحلو ومنها مين نحكي اسمعني شو تحشميني علينا دعايا ذكي يا حمى دعايا تحشميني يا ليت تحت كيفاش ايش هذا برا جيبه جيبه تفضل يا هلا 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 بيك هلا مرحبا يا مرحبا تعال تعال اقعد تعال تعال يا مرحبا هلا فيك بالديار هلا بيك هلا شو كيفاش لابس ابيض في ابيض ما تقولش عليه شبيح هكي مش شبهت عليه يا حبا يخلق متشبيح اربع عين يا حاج هلا عيوني انت راح تعمل مشاريع لولدي انا حوريه الدنيا وما فيه قال لي نحل لك زوزنا تحت صحاب ننطحوا مع بعضهم في الجيش معناه بعد قال لي نحل لك سنتر كوميرسيال بيع شنو تحب انت قلت له انا بيع في النوار راني ما تحلش هي حلي دار تنبيع دار يا حاج يا هلا انا اريد مزرعه ما عندي قبل العندي تسلم لي عيونك تسلم لي عيونك شكون هو هذا اللي معك يا ذيك عارف ولدي حمى يسكت 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 انا دماغك بترول فرقيلو فرقيلو ذيك مش يحل لنا مشاريع اي هلا 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 الحمد لله الحمد لله واه شيخ نعسين بني كهفين ولا نعمين ولا شنو قول يا اخي وقتاش باش تبدا فيك المشاريع اللي حكيت لنا عليها عن قريب ان شاء الله يعني من هنا ورايح بس في جاست صغيره ولو مره ما كان تعرفون طايره وسفر وتعبان وسرحان ايشي القى عندكم ايشي عمله تونسيه مبلغ هاي هاي تاخذ تاخذ يحبس الضرب لقى له تاخذ شبيك يا اخي هكا فيصة تخرج الفلوس سهل هو يا امي يا امي فهمي ريتها من نوع هذا ما يكذب الجملة يقول لك صفر وما عنديش وما صرفش وشانج وكذا وبلوس عنده 50% من قناة البشاكي مش حكيت لي بعضني لك طيب أترى هاي ما عندكم الثقة فيني شد 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 الكل شد ما عندكم الثقة حلف زرب ديك فوق ديك من فوق والله والله غاتيني والله 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 غاتيني انا يتيمه وحيده شريده في عالم البوكيمون مش تاكل فيها في باب الغدره مليانه صغيره كيف كلمه ليه وي وقيت كاشيه اوكي كيما تفهمنا اكيد عشرين الف يا حسره اوكي مريقي لي تفضل عندك حوايج برادوما ربي نوب هون كلمك بابا 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 مال الزنجة قاعدين نتبعوا فيك ونعرف وتفرج في ناسيونال جيموغرافيك كون اللي مول فيك تكلم ام يا حبيبه ام الخليجي شكون اللي جابه الدور عشنا باي وجماعة اللي مقاوم بيهم ويخبيتهم في البيت الدخلاني ويخبيتهم في البيت الدخلاني ما قاعد في وقتي قاعد هوني اسمع شحكي معك كلمتين كان انت ولد حبيبة انا راني ولد مفيدة بدر انت عجبتك الدار رجعتها قهوة ما حكيناش معاك
ساد جو طافينا عليك الضوء ثريب اما اخوي عملها عملت قصدي طري بالله كم يسيخ عليك رحمة دي هذه هي نعيشوا في زبلة في البوبالة حالة ماكلة والراحة ماكلة والراحة ورقاد نهار كامل هو يعلف يعلف وبوه يصرف عليه الجيل هالجيل الجيل الجيل هذا متر وخمسة وثمانين في عينين الحاسدين خمسة في عينك بخيمو سكوندو متر وخمسة وثمانين هذاك طول لسانك مش طول بدنك تيبعد تيبعد خلينا نتفرج في التلفزة يبعد نعيش ونتفرج في التلفزة حتى كيجي تفرج في حاجة تصلح شبيها ناسنا الجيموغرافيك هنتوكا خير من اللي نتفرج فيك انت برسمي تفرج في ناسنا الجيموغرافيك شفتنيش تعدى فيها شفتك انت كالفيلة ذيك يا حسر عليك انا الغزالة غزالة شوف تفهمنا الضرب ليه يا معلم او ماي جاد موني ارجون اموال من أين لك هذا؟ سايب سايب رجع غادي الفلوس حط كما تقولي متاع شكون؟ متاعي أنا حط عايش كمان حط معناها عندك فلوس أيا مالها هكيكا سلكت يا بنتي أنا سلكت أما رجع لك الفليسات لا لا ما رجعش ما رجعش يا بنتي سايب أقعد غادي تقرب لي أقسم بالله نفضحك ولم عليك الناس ناس ديونك ها قيسون اسم الله على والدي شبيك ما تقولش الحب حب ولا انت عندك ديون لاباس خلتي حبيبك انا راني في مقام امك اخي تخبي عليا ماني توري قالك امورك قول لي بركه عايشك عايشك ربي يفضلك في مقام ولدك ان شاء الله يثمر فيه قيسون شكوني هذايا هذه الخديمة خديمة قلت خديمة قلت خديمة respect yourself please احترم روحك ارتقي بمستوى الحوار تفرج في التلفزة ثقف روحك اقرا كتب يلا انا مديرة المنزل je suis la femme de ménage نتشرفوا ناظر هذيك الخديمة وزيدنا حات لي فلوسي تو فلوس حصلت لك فلوسك هي وخبيتهم وين خبيتهم وين حطتهم في المكتوب يا ما مكتوب يا وين مكتوب مكتوب ثمانية يا ما مكتوب الطبلية طالما تبقى الحياة البرية في الأماكن المخصصة لها فإنهما يبقيان في ما لا يضرب فيك ولا يضرب فيا يا الله حويها نجي مروعه ويشدني يضربني يا حبحو هذا كل منك اللفه اخته تلقاي انت والله خافوش ربي تعرفها اخته انت ما ديما في كل حكايه يا اخته يا ام وديما كيكه ليه زوز الفيعه زوز الفيعه عاملين فيها صلي على النبي صلي اسمع هو اقدعك يا طويله تعرفش تعمل تجبد عليه بمقص وبالبوني لحظة نجمش نضرب بالبوني انا مراه حساسة ورقيقة طب زقزقة العصافير وخريرة المياه عرفت كيفاش خرير شنو؟ خريرة المياه اسمعني شوف واذا كانوا ظريف هكايا ومقص حطوا فيه برميل وسكر عليه ما نجمش يا حبحوب ما نجمش عليه قد قريتني ما نجري لي أنا مرا هكا متثقفة وإينو ألا باش تكلم بالفرنسي أنا يا حب حب شسوين فامسونيز هي توكل مرض يداوت يا وحسوب تجمو تعملوا طفل الأنبوة برا ما ثم حتى مشكل شنيا ما حتى مشكل زيدت علي أنا أقول السميزي تقولي تطم الأنبوة صلي عني بيا صلي عني بيا قطعت لي قلبي شوف ايش عم قولك شو طبعا انت تعرفش باش تعمل تتروح لدويرتك تعمل دوش تمكش طيب له حويجه بنينه
وتقعد تشوف تو يفرح بيك لا ضرب لا حتى شيء وكانك على القضية تو كمان هنا يبرا توكل على ربي لا 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 حب حبي عايشك ما تغلطش ما تغلطش صحيح احنا ولينا صحاب انتيم ما جي با بزون د مكياجك تشوفي انا معني مزينه هي تقول انت يا ربي يعني فهمتك شكون ربي انت ليا انت يعني زينك ربي يعني عند ربي يعني بون فما امل صغيره كاني نطيب له حاجه يا رجل اعتقني حبهم جيب زواج بزوان هي تقعدي روحي هاي هاي باري روحي هاي بار سمحت لكم شي ننظف كراحه ماني قلت لك توينا ننظف ونقد الدنيا الكل ما تقلقش روحك يا بنتي احليها بحلي جونتي جونتي بنعمل باساسيون اي تفضل في الدرب محليك احليك محليك كير حبوب يا غالي استرجعت لي اموالي يا ما اموال أمولي هزيتهم تاو الفلوس دخلوا للمكتوب ما عادش يخرجوا منه يا ما مكتوب مكتوب ثمانية سلو قيس حاضر شنو حاضر حاضر على الاخر منش خارجين تكون جي في مكتوب ثمانية حلو الفيلم ها هي خير كي ما خرجناش يخليني ناكل معاكم طرف قلوب يا برا مش جري بفلوسك تشنو قدك جحاف يا خويا ماكش نورمال وبدل عليا اللي يطلعوا كذوما شوف لنا الناشيونال جيموغرافيك تحب نتفرج في فرص النار انا طاو يا ما مكتوب مكتوب ثمانية